السلام عليكم إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم وأنتم بأتم الصحة والعافية إن شاء الله. الفكرة ديال اليوم جد بسيطة، بمواد بسيطة كذلك. كما كتشوفوا معايا عندي هاد البلاستيكة هكا اللي هي يمكن لك تشكلها شكل دائرة. عندي هذه اللي كانت عندي في المجر ملوحه، قلت علاش ما نستعملهاش. وكذلك هذه ها هي، وعندي كذلك هاد الكريستالات اللي كنت خديتهم عند واحد السيد كيبيع داكشي اللي قديم، وباع ملي غير بواحد الثمن رمزي وصافي. هاد الحوايج هادو يمكننا نستعملو بهم شي حاجه ديال الديكور اللي ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه غادي نديرو هو انني غادي نشد هاد، غادي نشكلها على شكل دائرة. هذا لا شكل دائري هكا بلصاق ديال الشمع. نحاول نشدها مزيان هكا حتى تلصق حتى تشد راسها. الشكل هذا غادي نجيب واحد اللصاق بحال هذا نحاول نجمعو هكا بهذا الشكل هذا. من بعد ما شكلناها على شكل دائرة غادي نمرو دابا باش نلصقوها على هاد السبور هذا. نحاول هنايا ندور عليه على شكل دائرة باش تشد من جميع النواحي. هكا وغادي نبرك عليها مزيان. نركب هذا الشكل هذا باش تبقى كما هذا، نزيد لها اللصاق بحال هكا. شفت انا من هنايا راه مازال ما شدش راسها، غادي نحاول نزيد لها شويه ديال اللصاق هكا ونبرك عليها. هنا هي اللي غادي تسوبورتي هاد الدائره. وري خصك تلصق لي مزيان هكا بهذا الشكل هذا صافي. دابا غا ما علينا، دابا من بعد غادي نمرو دابا ان شاء الله لهذيك هذه الفوقانيه. نحاول حتى هي نلصقها هنا اللي غادي نحطها في الوسط هكا بهذا الشكل هذا. نحاول نديرها هكا في الوسط هكا ونبرك عليها حتى تشد راسها. نحاول نبركيها اكثر من هنايا في الوسط هكا. دابا كنحصلوا على هذا الشكل هذا هما كما كتشوفوا معايا.
دابا شنو فينا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي غادي نصبغ هادشي كله باللون الذهبي داك الرشاش. ودابا غادي ناخذ هاد السبراي اللون الذهبي وغادي هي دابا لاكوب ديالنا من بعد ما صبغناها باللون الذهبي احنا حصلنا على هذا الشكل هذا. دابا ان شاء الله غادي نزيد لها هذا الديكور، غادي ندير هاد الكريستال، هاد الكريستال غادي نديرهم هنايا باش نزوق بهم هنايا بالداخل هاد لي ساق ديال بيستولين هاد الشكل هذا. غادي نحاول نديرهم من هاد الجهه ومن هاد الجهه هادي هكا، نحاول نتفهم هكا. دابا كنحصلوا على هذا الشكل هذا، انا دورته كامل بداك الكريستال. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نجيب هاد العلاقه هذه غادي نديرها في الوسط غادي نديرها هنايا غنثبتها هنا وغادي ندير هاد الكريستاله هذه غادي نعلقها هنا. نحصلوا على هذا على هذا الشكل هذا. دابا ان شاء الله غادي نحاول ثاني نزيد نديكوري هاد سميتو الطراف هادو غادي ندير لهم هاد اللصاق، غادي ندير لهم هاد اللصاق هذا هكا بهذا الشكل هذا. صافي غادي نحاول هنايا نرشو داك بهذوك لي بايط. دابا غادي نرش هذيك البلايص هكا بهذا الشكل هذا. هاهي لاكوب ديالنا ولا انا درتو حامل الشمع. انا درت فيه هنايا هاد الشمعه غنصاوبها هنا الوسط. انا زدت هنايا هاد الاضافه، درت هنايا هاد سميتو لي ستراس، درت هنايا باش كنغطي ديك البلاصه ديال اللصاق. الشكل اللي حصلنا عليه التالي. نتمنى العمل ديال اليوم يعجبكم ان شاء الله. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تدوسوا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. وشكرا لكم وتبارك الله عليكم.